16 سنة توفاه الله داخل فرع النيل المار من هذه القرية. تم انتشار جسمانهم وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بدفنهم، والآن البلد كلها موجودة لتشييع جسمانهم هنا في قرية عزبة الشيخ إبراهيم المتواجدة داخل قرية طاليا التابعة لمركز أشكال. يعني أول نعش خارج. اللهم ارحم، اللهم ارحم، اللهم ارحم، اللهم اعف عنه، اللهم صبر أهله، اللهم صبر أهله، اللهم صبر أهله، اللهم صبر أهله، اللهم شفع فيه صغر سنه، اللهم شفع فيه القرآن، اللهم شفع فيه الصلاة، اللهم اجعله من الشهداء، اللهم اجعله من الشهداء، اللهم احسبه من الشهداء يا رب العالمين، اللهم احتسبه 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 من الشهداء يا رب العالمين. اللهم احتسب أول معاش تاني تاني حرب. الله الله إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثلاث نعوش، ثلاث شباب زي الورد، ثلاث طلاب زي الورد، رحمة الله عليهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قصة الانهيار لأمهم وقلبت يعني انهيار كبير جدا للأهالي هنا، انهيار كبير جدا للأهالي. رحمة الله، رحمة الله عليهم. المنظر والمشهد يرعب ويخلع القلوب يا رب. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم يا رب، اللهم ارحمهم يا رب، اللهم ارحمهم يا رب، اللهم اعفهم واعف عنهم يا رب، اللهم اعفهم واعف عنهم يا رب، اللهم اعفهم واعف عنهم يا رب العالمين، اللهم اعفهم واعف عنهم يا رب العالمين، اللهم اعفهم واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل اول ليله في قبرهم ليله هناء ورسول يا رب العالمين. اللهم ابدلهم خيرا من دار خير من واحد، واهلهم خير من اهلهم. اللهم ابدلهم دار خير من دار، واهل خير من اهل، وجيران خير من جيرانهم يا رب العالمين. اللهم انس وحشتهم يا رب العالمين.